لكن لا يبدو في الأفق أن هناك أزمة من الأزمات اللي تم الإشارة إليها وأشرت حضرتك ليها ستكون قابلة للحل أو بإطار الحل النهائي، يعني لن يكون هناك حسم لقضية الصراع العربي الإسرائيلي أو الخيارات المتوقعة لحل أزمات مفصلية أو هيكلية، لأنها دي تتطلب حضرتك تسويات حقيقية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية وعودة نزع العسكرية بقى يا أستاذ هبة لحل أغلب الصراعات، ربما سيكون هناك دور للنزاعات العسكرية. النزعة العسكرية هي اللي هتحسم، يعني استخدام القوة في أوكرانيا، استخدام القوة في غزة مرشح بطبيعة الحال لصراعات أخرى ربما تدخلها الصين، ولا أحد ينتبه مثلا على سبيل المثال لما يجري في منطقة جنوب شرق آسيا والبلقان والامتدادات الخاصة بدول الجوار الإقليمي لأوروبا ودول حلف ناتو وغيرها. فدي في نزعة عسكرية متصاعدة بتلعب فيها المجمعات العسكرية والمؤسسات العسكرية طبعا في بيع السلاح وغيره دور مهم في هذا السياق، وبالتالي لن يكون هناك حلول نهائية أو حلول توافقية، لكن ربما اسمح لي حضرتك أن أقول هيبقى نصف حل وشبه خيار لتسوية الصراعات، بمعنى إذا هدأت الأوضاع في قطاع غزة فستكون التسوية النهائية مؤجلة ربما لسنوات، ولكن أيضا بنفس المنطق ربما سيكون هناك تسويات منقوصة حضرتك مثلا في الأزمة الروسية الأوكرانية، حتى لو خف التوتر وبدأ التوتر يكون منضبط والصراع يكون محدود، لكن هيبقى الأمر مرتبط بتسوية منقوصة بيلعب فيها الأطراف الإقليمية والدولية دور كبير ومهم في هذا التوقيت. هيبقى في دور متصاعد يا أستاذة هبة للفواعل من غير الدول، يعني المنظمات الإرهابية، الفصائل، الميليشيات، دي الفواعل اللي من غير الدول هيبقى ليها دور، وهيبقى دور مركزي في مناطق معينة. يعني حضرتك انظري إلى ميليشيات الحوثي مثلا على سبيل المثال في منطقة البحر الأحمر، انظري إلى دور حماس والجهاد بصرف النظر عما يدور في قطاع غزة، انظري إلى التنظيمات المتربصة بالمشهد بقى التنظيمات الإرهابية التي ربما تستثمر فيما يجري. يعني عام 2024 متوقع أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار، لأن هذه المنظمات الإرهابية سيكون لها دور بتعيد ترتيب حساباتها وتعيد ترتيب حساباتها في مناطق الصراعات وتبحث عن دور مركزي في ظل غياب فكرة الدولة المركزية. المنظمات يعني الإرهابية اللي نقدر نقول إن ليها طابع ديني راديكالي تقصد حضرتك دكتور طارق؟ يعني على مختلف بقى، يعني سواء كانت منظمات اللي احنا بنصنفها حضرتك منظمات الإسلام السياسي أو المنظمات الإرهابية أو المنظمات اللي هي من المفترض انها ذات طابع ايديولوجي، فدي هتبقى ممكن نحط خريطة يعني نشير فيها الى طبيعة عمل هذه المنظمات وكيف ستدير وكيف ستربح من ادارة المشهد. يعني اذا هضرب مثال بسيط وارجو ان يفهم بالصحيح، يعني اذا تضررت حركة حماس بالصورة الكبيرة بالبنية العسكرية وغيره ليس مستغربا ان تصعد حماس جديدة. يعني أيضا التنظيمات الخاصة بالفعل غير دول مثل داعش، يعني تنظيم دولة الخلافة حينما خرج بالعراق وسوريا أصبح الآن موجود بمسميات في مناطق مختلفة جنوب الساحل والصحراء، تتكلمي على النطاقات الإفريقية من أول مالي والنيجر وحركة الشباب بوكو حرام وخلافة طبعا في بالضبط ونيجيريا، فكل ده هيبقى هيساعد فكرة حل الخيارات بالقوة وحل الصراعات بالقوة إلى أن تستخدم بصورة على مستوى الدول وعلى مستوى الفواعل من غيرها. يعني احنا اذا نستطيع ان نقول انه عام 2024 هو عام ادارة الصراعات وليس حل الصراعات والازمات، وحضرتك ذكرت ملمح مهم جدا او سمة مهمة وهي مسألة ظهور الفواعل من غير الدول او التنظيمات الارهابية. هل نقدر نقول او خليني اسال حضرتك عن الملف اللي تراه الاخطر في 2024 من ضمن كل الازمات اللي احنا تطرقنا اليها واللي حضرتك يعني تفضلت بذكرها؟ هو ملف الصراع العربي الاسرائيلي، لانه ده ليه ارتدادات زي ما قلت لحضرتك على المستوى الاقليمي والدولي، وبدون حل القضيه الفلسطينيه لن يهدأ الاقليم ولن يشهد حاله من الاستقرار، بالتالي المجتمع الدولي والقوى الباغيه اللي هي داعمة زي الولايات المتحدة داعمة لإسرائيل ستجني ثمار ما تقوم به. لا تصدقي أن الولايات المتحدة ستكون في مأمن مما سيجري، يعني في تصورات وفي تقديرات استراتيجية عسكرية موضوعة في مراكز بحوث أمريكية كبيرة أنه سيكون هناك ارتدادات على حجم الوجود العسكري
في الإقليم، وهذا الوجود العسكري مش قواعد عسكرية لكن حدود وعلاقات ومصنوع سلاح. وانظري حضرتك لما تخطط له الإدارة الأمريكية من إنشاء تحالف جديد يعني في البحر الأحمر، في البحر الأحمر، وعدم انضمام الدول العربية دي حتى الآن، وبالتالي في فكرة عسكرة الصراعات، بمعنى أنه قوة كبرى زي الولايات المتحدة بتشكل تحالف متحفظ عليه عربيا وإقليميا بطبيعة الحال في مواجهة ميليشيا. يعني هذا أمر يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة قراءة للمهددات في الإقليم. يتطلب بقى من حضرتك إيه؟ أولا وضع استراتيجيات مجابهة وتعامل. الأمر الآخر، هذه الاستراتيجيات هتكون جماعية، مش مجرد حضرتك مقتصرة على دولة أو مجموعة دول في أي إقليم. وده يفسر لحضرتك أنه كل دولة بتبحث عن مصالحها في إطار جماعي ومنفرد. يعني النهاردة روسيا بتعمل منظمة حلف الأمن الجماعي وبتقويها شبيهة بحلف ورشو، ولا أحد يتحدث عن قيمتها في مواجهة حلف الناتو. هتبدأ الدول تعمل تجمعات وتنضم إلى تجمعات كبيرة، وليس التجمعات اقتصادية فقط، يعني مجموعة العشرين البريكسة تجمعات اقتصادية، لا، هتبحث الدول على محاور وتحالفات جديدة دفاعا عن وده أمريكا. على قد ما هو يعني يبدو وكأنه في تجمع للمصالح، ولكنه أيضا يمكن أن يرفع من حالة الاستقطاب الدولية والإقليمية. حالة الاستقطاب بقى متعددة حضرتك، مش هتبقى يا أستاذة هيبة استقطاب ثنائي زي ما كان موجود في بنية النظام الدولي في مراحل معينة، إنما هو استقطاب متعدد الأطراف، استقطاب يبحث عن آليات جديدة. يعني إذا كان الحديث عن نظام ثنائي يعني أحد القطبية، وبعدين اتكلمنا على نظام متعدد، لا خلاص ده أصبح من الماضي مسألة ثنائي يعني القطبية أو القطب الأوحد. بالضبط، يعني إحنا في متجهين بقوة إلى عالم متعدد الأقطاب، هتلعب فيه أطراف دولية وإقليمية دور مهم في ظل غياب التنظيم الدولي الممثل الأمم المتحدة، وبالتالي هتبقى فيه مقاربات جديدة لشكل النظام الدولي وفواعله الرئيسية والفرعية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي.